طبعا هاي الرولة الأولى اللي هي التشبيع، الرولة الثانية اللي هي الصفوي، هاي الصفير الصبغ ما تخلي فيه نقشة، هاي خاصة مع السيراميك. والرولة الأولى أيضا هي صفوي بس مو مثل هاي مع السيراميك، نشبع لك الحلول كليته. هذا الصبغ السيراميك، هاي الرولة فقط تستعمل للتصفاء، ليش ما الديكور الحمراء تشبيع، يطلع واحد قدامه وانت ورا الصف ورا.